بالريشة والألوان يكسر رتابة ملل الحجر الصحي في المنزل. الفنان بونا يمنح قسطا من وقته لتعليم كريمته مريم مبادئ الرسم. لا حديث لرسوماته في زمن الكورونا إلا عن هذه الجائحة. سجل العالم مع كورونا. رسومات تزاوج بلغة الألوان بين الألم والأمل وبأسلوب ساخر. وجودي في الحجر المنزلي كان فرصة لي لأعبر بالكاريكاتير عن خطورة هذا المرض كورونا، وهذا الكاريكاتير الأخير اللي أغضب النساء فيه امرأة يلتبس عليها الكورونا بالمكروني، كان الهدف منه هو توصيل رسالة فنية ويبدو أنها وصلت. الكاريكاتير الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أغضب شريحة واسعة من النساء إذ رأينا فيه انتقاصا من قدرهن. نحن في الحراك النسوي الموريتاني نطالب بوكالة موريتانية الأنباء بسحب هذا الكاريكاتير المسيء للمرأة الموريتانية والاعتذار عنه. رأي لا تؤيده الفنانة المعلومة بنت الميداح التي ترى أن الفن عصي على كل القيود. إنها تسخر هي الأخرى أغانيها من أجل التنبيه على خطر كورونا. كورونا ما جلحد وانتم اللي تقيسوا. التوعية أول مراحل الوقاية. صرب الصابور ايدي بلدشي حد وليجي وانجل الله يكفيك من بأس الكورونا. فهل يا ترى يمكن للفن أن ينجح حيث أخفق الطب؟ يلتزم الفنانون هنا الحجر المنزلي، لكن فنهم يجتاز بانسيابية وفاعلية كل الحدود والحواجز. ورسالة الفن التي تسعى المعلومة إلى بثها في هذه المرحلة: احذروا واستثمروا العزلة. محمد عبد الله ممي، العربي، مبسوط.